الشاب عزدين الشلفي مساء اليوم بمستشفى الأختان باج بشلف، عن عمر نهز 44 سنة، ولم يتم التأكد لحد الساعة من أسباب الوفاة. ينضم إلينا عبر الهاتف الشاب دلة وهو صديق المرحوم الشاب عزدين الشلفي. مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم. وعليكم السلام. طيب طبعا تعزينا الخالصة في وفاة فنان، يعني هو فقيد الجزائر اليوم. طيب ما عساك تقول في مثل هذه الظروف؟ لحد أرانا في السبيطار هذا وين ما عندوش يا ربي، واحد الساعة ملي توفى الشيخ تاعنا عيطلو الشيخ تاعنا الله يرحمه عز الدين، وراني مع العائلة تاعو ورانا في السبيطار في شلف. طيب هل فيه أي أخبار عن أسباب الوفاة لأنه نجهلها لحد الساعة؟ اسباب الوفاه تاعو سكته قلبيه، كان عنده مقبل لوطوسيون، كانت عنده مقبل هي وقفته خطر الاولى، وهذه الزوجه دايم الله ربي يرحمه. يعني كان في المنزل، كان في المنزل ثم نقل الى المستشفى. كان في المنزل ودينا للسبيطار هنايا اللي جاي في لاسيتي، هنايا بلاصه اسمها تراكا. كي وصلنا لهنايا كان دايم الله ربي يرحمه الشيخ تاعنا عز الدين ربي يرحمه. رانا في السبيطار رانا مع الاهل تاعو، رانا مع العضوه ان شاء الله تفينا تاعو. طيب هو فقيد كل الجزائريين، خصوصا وأنه كانت عنده شعبية بحكم أنه لديه العديد من الأغاني السياسية. هل تعلم بأنه كان يحضر مثلا لأغنية خصوصا ونحن مقبلون على موعد سياسي هام؟ ديجا راه محضر، هو محضر ألبوم راه عند إيديتير، فان يغني على الفساد ويغني كما تعرفوا هو بلي رجلة وزعيم، احنا نعيطوا له الزعيم ونعيطوا له الشيخ، وراني معاه جاره وصاحبه وخويا ماه اللي متربي معاه، فاني زيد يعطيكم كلمه فان الجمهور اللي يسمع فينا والله يرحمه، ادعوا له ربي بالرحمه، وحنا نعيطوا له الشيخ تاعنا هذاك. هذاك عندنا الشيخ تاعنا واحد في شلف واللي كاع الجامعه يبغي، ديجا رانا في السبيطار الشعب راه هنايا ما كاش وين تقاري. هو كان عن معروف عنه تواضعه وعفويته، لهذا كانت عنده شعبيه، خصوصا وانه يغني كذلك اغاني سياسيه تحاكي ربما المعاناه تاع الجزائريين. هو يغني على الحقره، على الفساد، على الظلم، على الحقره اللي في الجزائر، على بزاف امور، ويبغي كاع الجلاليل وكاع الناس يبغيهم. والشيخ هذاك كما قال لك الشيخ تاعنا عندنا غير واحد ربي يرحمه، فقدنا فنان كبير والشيخ تاعنا، وكنا نعيطوا له قبل الوفاه تاعو، كنا نجيبوا له خدمه، يقولوا لي ما نروحش، لا ما نروحش راني عيان وراني مانيش باغي نخدم، راه عنده واحد شهرين حسيت باللي ماهوش مليح، راه مريض وراه عيان. كيما درنا له وقص شويه مسكين في اللحظه اللي هو رجل ما يبغيش الفساد وما يبغيش الخساره، من هذوك طرطق له عرق ربي يرحمه. طيب هل ما هي ربما اهم او اخر لقاء جمعكم في 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 المنطقه، وانا اعلم انك صديق ليه، ربما ما هي الكلمات التي تذكرها وتنقلها لنا عنه؟ الخطره التاليه قال لي عليها هو انا الشيخ انا مسكين، كنا قاعدين حدا دارهم وكان مصمم باش يحبس هذا الخدمه، قال لي خلاص انا ما نخدمش لما بكري وكرهته وخلاص بزاف عيد، وكان معايا في خارج الوطن، فان كان يداوي مسكين على الرجل تاعو، فان كان مريض منها، كان معايا في خارج الوطن كنا في رحبه، قال لي راني مريض تركي مسكين، واحد كيسموها هذيك واحد المحزمه هذيك قلت نديرها الشيخ، قال لي انا ما نديرش هذه، قال لي نمشي على الله. وحتى اليوم هو ما يبغيش الطبيب، ما يبغيش يدير العمليه حتى راه على هو الله يرحمه. ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه. شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل، كنت معنا. نعم وهاو جارو هنايا وفاميتو يا ماها اللي معروف يا ماها يعطيكم كلمه، فاني كاين يا هذا من عائلته، من عائله الفقيد، هذا من عائله تاعو، هذا اكثر من خو عايش مع هذا يا ماها معروف، كاع الناس عارفوا باللي يلا باختصار سي ماها مرحبا بك وطيب نعزيوك في فقيد الجزائر الفنان عز الدين شلفي. يطلب الشيخ الحزين تاعنا الرحمة، وطلب الشعب الجزائري يسامحوه والله يرحم الشيخ الحزين تاعنا، طلب له بالرحمة برك، ولا طالب له والو، طلب له بالرحمة، واحد الشيخ الله يرحمك. ربي يصبركم ان شاء الله، ربي يصبركم ان شاء الله ويكون معكم. شكرا لك سيدي الفاضل، كنت معنا عبر الهاتف. نمر الآن إلى الفقرة المحلية الآن مع أحلام شواربي من